فقرة جميلة وبتجملنا مع أخصائية التجميل ومستشارة التجميل ليلى عبيد. صباح الخير ليلى. صباح النور. وجودك بخلينا نحسن ونحن صرنا أجمل بفقرة بيوتي. هيدا وجودك أنت دايما. نحن التمنيني من قلبنا وأنت بتعرفي هالشي. وهيدا كمان سليبريشن أنه نحن سنة ورا سنة مع الام تي في. أكيد طبعا. وبوجودك ليلى اليوم رح نحكي عن شغلة إلها علاقة من قريب يعني قريبة بعيدة شوي خلينا نقول عن عالم التجميل وهي البرفيوم أو العطر أو كيف نختار العطر. صح. إذا بدنا نقول العنوان العريض كيف تختارين عطرك. البرفيوم شغلة يمكن منفكر أنه هي بسيطة وأنه منجرب برفيوم قلولنا عنه حلو أو شميناه على غيرنا وشفنا أنه حلو ومنروح دغري نشتري. لازم نعرف أنه البرفيوم لازم نجرب قبل ما نختار. مثل أي شيء بتحبيه تتقولي حبيت يعني جربت يعني تعرفت. مشان هيك نوجد السامبل. مشان هيك لازم يكون في وضعية معينة لما منجرب البرفيوم. ما يكون very early عبكرة. يكون بعد الساعة 11. ما نكون أكلين إشياء كتير دسمة أو فيها كتير flavors. وبزيت الوقت ما نتكل إنه إذا شممونا بن رح نقدر نشم بطريقة مظبوطة. العطر تحت عنوان كبير هو اسمه سنت S-C-N-T سنت يلي بذكرنا سنت أوف أ وومن يلي كان الفيلم المشهور لألباتشينو يلي بيعطينا هالرابط المهم بين إنه الشخص الكاركتير والبشرة وهالكاركتير الشخص اللي كان هالأسمر الوهر اللي بحب الدانسينج اللي بحب هيك والشعور وهو بلايند وهو أعمى. وقديش الشعور يلي عطيته إياه هالسيدة من عطرة بس من يعني عطرة. العطر لحاله يلي قدر يخليه يتخيله ويشوفه ويحبه كمان. صحيح. وهون منقول إنه العطر له دخل بالذاكرة. يعني الذاكرة بتترك فيك كتير إشياء لها دخل بالعطر. أنا بتذكر مش من زمان أنا وميشي دعست على شيء شميت شيء هيدا الشيء بعرفه طلع اللافندر الصغير البري يلي بيكون كتير صغير بالأرض. تذكرت البابا والبابا الله يرحمه لما كان يحوش لي إياهم بالحرش ويعطيني إياهم بوكي وهالريحة بقيت عالقة. زيت الشيء نحن لازم نفكر إنه عطرنا حيبقى عالق بالأشخاص حيكون له دور ولكن هالدور يلي بيتركه كتير مميز وله دخل بأور كاركتر. الكاركتر هو الأساس والعطر بيزين الكاركتير. يعني لازم إذا قلنا رجل بده يحب عطر معين على سيدي لازم يكون في كاركتير بالأول. يعني فينا نقول مثل the cherry on the cake. يعني لازم يكون في كيك حتى نحط تشيري حتى يشم هالعطر الحلو لازم يكون مندمج بشكل بلندد مع الكاركتير لحتى يستميل العطر ويكون له دخل بشخصية المرأة. ليلى يعني هون كأنه عم بتقولي لنا ما تغيروا عطركم مدى الحياة. صحيح. كل العمر منضل نحط أو ممكن حسب مراحل كمان الحياة في مراحل والعمر. في أوقات وفي سيزنز. يعني يمكن تقدري تحافظي على عطرك مدى الحياة لأنه هالقد لبسك هالقد it wears you مثل ما نقول makeup wears you perfume wears you وbelongs you وبصير عالق للعالم أكثر من الميكب. هو جزء من الكاركتير ولكن أنك حتى ما تغيري العطر لازم تكوني كتير عرفتي تختاري وهيدي مرحلة كتير صعبة لتكوني اخترتي مزبوط واقتنعتي هون ما بتغيري. وأنا من الأشخاص يلي ما بغير ولكن إذا في إيفنت كتير مميزة an evening event بقوي شوي. يعني من هلأ بتشوفي الترند راحت للبخور للعود للمسك للعنبر. الأديان السماوية كلها تخدت البخور لحتى تطرد الأشياء البشعة تطرد الشياطين نحس أنه هيك فيها الشعور وهالإيمان الحلو ولكن كل لازم يكون في ميكس. إذا أنت كترتي من هالعود الناس تنزعج منك أول ما تدخلي وإذا قللتي بتكوني ما وصلتي للميكس to mix and match مع الكاركتر
ومع بشرتك مع شخصيتك هون الشطارة وهون إنك تعرفي توصلي. مشان هيك بالعالم العربي they mix their own perfume، وهلأ بيوروب قدروا يوصلوا لهالروايح يلي بحبوها العالم العربي، وتكون الأغلى لأنه العود هو الأغلى، والمشتقات والأشياء اللي تمزج معه العنبر والعود يعني صاروا معروفين جدا حتى بالماركات العالمية، يعني صار ممزوج الشرقي صحيح مع الغربي يعني. صحيح، نحن ما بنقدر نسمي، يا ريت فينا نسمي لأنه الناس هيك بتتعرف، ولكن كلهم تقريبا ليلى عمل عندهم هيك بكل الماركات يلي بتفوتي على شارع الشانزليزيه القديم بتشوفي هالماركات يلي حافظت على عرائتها ولكن على عطوره، بتشوفي القنينة الكبيره يلي ترمز لمئات سنين وبزيت الوقت لهالعطر يلي قدر يكمل وكمل لانه كان الاشخاص عندهم قدره كيف يوصلوا للميكس، وهالميكس انت بتتعرفي عليها لما بتعرفي على شخصيتك لما بتعرفي بشرتك. في اوقات يعني مثلا بالصيف ما بيتحمل الصيف عطر كتير قوي، فيك تنقلي لا او تاخدي اوض تواليت او او فريش فريشر لحتى تستعمليها من زيت العطر، او تنقلي العطر شوي اخف. واذا كنتي شخص كتير سبورتيف رجل او امراه في عطر يعطيكي هاللوك السبورتيف اللي بدك تبيني هيك كانك كتير عندك شخصيه ما لها دخل بهالانرجي اللي عندك اياها، في عطور اللي بيدخل فيها سيترون تحسي هل هيك الفريشنس هل يوس، وخاصة عند الرجل. أنا بحب الرجل اللي بيعطي البرفيوم على عطر سبورتيف على عطر انرجيتيك، أما المرأة بحبها شوي بودري، بحبها شوي هيك كأنه from within وما يدخل عطرة كتير قدامها، هو العطر بيسبق الدخول وهو اللي بيدخل قدامك قبل الميك اب قبل اللوك التيب قبل الشعر بيدخل العطر. ليدخل العطر مزبوط لازم يكون داخل كتير كتير بنعومة وكتير هيك بيرمز لشخصية هادية، لأنه المرأة هي أنوثة هي فيمينينتي، ما فيها العطر يكون أقوى من الفيمينينتي وأقوى منها هي ومن طبعها أكيد. مثل ما تفضلتي وقلتي ذكرتي شغلتين ليلى هيك عبالي نتوقف شوي عندهم، أول شيء نجري بالعطر لأنه أوقات بنشم العطر على غيرنا وبنرجع بنستعمله وما بيطلع أبدا زيت الشيء، هيدي شغلة. والشغلة الثانية أنه بين النهار والليل مثل ما كمان تفضلتي وحكيتي عن المواسم والأمكنة والأمكنة أكيد، يعني مثلا أنا بقول رانيا كل ما نحن نرش كتير خلال النهار من زيت العطر هيدي شغلة بتصير الفراغرنس كتير غلط وبصير كتير بشع. ما نتكل إنه إذا رشينا على بكرة لازم أرجع رش بعد الظهر، لازم أرجع رش قبل ما أوصل على أي إيفنت، بالعكس حافظ لما بيعتق البرفيوم ببلش يعطي أجمل. وبزيت الوقت الأمكنة اللي لازم رش فيها، مش الحق رش كل شعراتي وجسمي والكمية الهيلة إنه هيك رح تبقى العطر أحلى، أبدا مدروس كتير إنه السنت تفوت على البشرة، والأمكنة اللي نحن لازم نحطها فيها هي هالأمكنة الداخلية مش يلي خارجية. وبزيت الوقت على معصم اليد وعند الرجل معروف الأفتر شيف هالفريشنس يلي بحسه هو بيسبق الأودو تواليت وبيسبق أي عطر لأنه بيفوت وبيمتزج مع بشرته، لأنه الشعرة الموجودة ببشرة الرجل إلى مسيم وبيستميلها. ودي ديودرنت أنا بشوفه هو عامل كتير أساسي من بعد الشاور لأنه بحافظ على هالبرسبريشن اللي أنت بتحسي أنه هيدي نفسك هيدي أنت هيدا عطرك، وبيضل الإنسان بأمين إذا عنده مشكلة معينة أنه بيكون شوي بعد عنها. أما الأساس لنوصل لعطر حلو هو النظافة، وبتأسف أقولها هاي الكلمة لأنه في ناس كتير بيرتكزوا على البارفان بس البارفان مش على جسم يلي محضر
للبارفان يلي هو نظافته يلي هي لها دور كتير أساسي، لأنه عامل الزيوت والمي اللي بتظهر من الجسم بتقدر تتمزج وتغير بهالعطر. العطور لازم نعمل فيها حلقات أكيد. لنتعرف على أنواعها لنوصل للتت للهرم البرفيوم، كيف منتعرف نشم البرفيوم عن أي بعد. منشان هيك منقول دايما ما لازم نكتر كتير بارفان، ونخلي هالريحة تمتزج مع كل شخص ومع يمكن مش ريحة الانرجي صحيح. يلي بتطلع منه ليلى. مزبوط انه منحط العطر محل ما بينبض الشريان صحيح، لحتى يمكن كل صحيح. ما بينبض الشريان يعطي العطر اللي لازم. بسمع بعض الاشخاص مج كونسلتنت بيقولوا انه لونك لازم تكتشفيه من شريانك اذا اخضر ولا اصفر. انا ضد هيدي الفكرة. انا بقول عطرك حد شريانك، لانه الشريان هو قريب من القلب، وخاصة إذا بترجع عملية الشميل وبترجع بتدفي وما بتشمي دغري. أول ما نرش البرفيوم بيطلع الألكول تبعه، ما بيطلع حتى يعني مهما كان نوعه، في شيء بيطير بالأول ما له دخل بالعطر. بدك تنطري شوي. قد ايه لازم ننطر نحن عم يعني نجرب ثواني البارفان؟ ثواني يعني لنفترض رشينا، ما منقرب، بدنا نرش بمسافة بهالمعدل ونرجع نقرب الإيد ونعمل هالحركة ونرجع بعدين بنرتاح شوي وبنرجع بنقربها بكل هدوء، ما بنقرب كتير وبنرجع بناخدها باتجاه تاني، لأنه الأنف عنده هيك هالتمزج. أول ما تاخدي الريحة ببلش يعرفك عليها. نعم. ونحن منتعرف على الروائح بطرق كتيرة بتبقى عالقة بالذاكرة وبتخلينا نحبها أكتر لما منجربها مرة تانية وتالتة لنتأكد، مش ضروري مرة واحدة. وفي قاعدة كانوا يتبعوها بالماضي، كانوا يحطوا كأنه هاند كرشيف صغيرة معمولة بالدانتيل، محرمة صغيرة، يرشوا العطر ويتركوه بالساك بالجزلين. وهي كانت السيدة تحب لما تدخل انه هيك عندها عطرة بخزانتها، بتحط بأكياس صغيرة هيك بكتن ملفوفة بالشاشة بتربطها، او الزهور يلي هي مركبة من عطرة ان كان من اللافندر او وات ايفر. والرجل يعني معروف انه كاركتيره انه منه هالاشخاص يلي بحب يزيد ويزيد، هو برش. وهون نترك حضوره المتميز انه يكون جذب. على كل حال العطر رمزيته كتير كبيره، منشان هيك نعمل هالقد افلام وهالقد قصص عن هالموضوع. البارفان او سانت اوف وومن فينا نرجع نتذكرهم حاليا ونشوف قد ايه هالعطور رمزيه. بدي اشكر وجودك معنا ليلى عبيد، اخصائيه ومستشاره التجميل. بريك ومنتابع.